شنو علاقة ديت مع واد مديها ياك؟ صح
كان تخسي غير قنا جنتيتي جنتيتي هاي قنا زعما وحده هنا يتنا غتكون ديال المورا سمين كيف ماني جا من حيت استو كريمينو لحشينا ان شاء الله ان شاء الله دوز يا ريت اصاحبي لانه كاين مجموعه البحار انا نيتي مجموعه بحريين اننا انا على انه دين وشي ساعات باش نفغني بحريين غدراسه مما يعني هاد المسيره انه صادفتني الداد انا وبنسيو الكلمه انه البحاره البحاره فيش العادات ضنقران زكودان ما لا يضمت غير المسيره حتى فيش المسيره غاسيجن الوزنينس غاسيجن الثقلينس نشي قاين الناس دوازير الداخلية نغي الناس عبد الإله بالكيران الروايبي ذني المتملقني عفاني وغشيوني شوف الإخوان شوف الإخوان عفان الله يرحم الوالدين هذا اللي خلق غا المشاكل هذا اللي خلق الصراعات جراتنا الشين الشعب متحضر كومين جا كان يمنع الصواريخ بشكل حضاري على أي الشين الناس مكشسن أزكي تساعد وستيج من شي المطالب النو المطالب النو غاستيج من الزاكسن رغم أنوفي إيبا المسيرة أتيري بشكل حضاري المسيرة زي من خلالها الصور الرسالة لنا باش السند إلى أنه الكرامة وريثي لا تهان الشين وتجيش زكوداني يجيش جمخ المؤسسات وتجيبو زكوداني نترزل الأملاك الغير الأملاكة نو زعر كوميسارية يا ثانيتي نو وتجيبو السن ثا نو هاغانك نهار كوميساريا يا ثانيتي نو سلاف توابني شوف كوميساريا توابني العائدة الضرائب نو غير تخجص الدولة المغربية بين قوسين ولهذا مال الحمات الحما يخفلنا شي سنين ثنين وذا تكن والو سنين ثنين إلي غتواخر قد باش يا وني غايفون هذه السيوخ حقينس هذا هو الخبابة سوق أبو
ولكن نقى انه الكرامه فوق كل المعسكر، فوق السياسيه الى جتمنا على اي لغه. الاخوان نعهد الله سبحانه وتعالى ومتعهدم المسيره غطا حرمويه، انا حال الاخوان نغلب حاره نسيو الفكره انه غصنع على اساس نسيو الرساله انه من يوقعني وانيتي اقوم يوقع على الفنو. السياسه الممنهجه اللي فيك جات تواضر الكتاب قاش تجاوب البحري قاش بامكانيه شي جراحه نوكا قيمه كي القهوه وداري الخبار شو تجاوب البحري هو يحد العائله نو البحري ولكن البحري ني لا يتماثل زي العائله فنو اذا يستوجب التكيس المسيره غطا حرموي انا كلو قفان الغدين السول الرسالة نغيب حارة تنضمن المسيرة وروخ النهاية تعقب المسيرة تجوب الشوارع هذيك المقترح هذيك المقترح فعلا هذيك شغل كلمة روح دمر دمر شوف راح تفضل هذا هما تفضل لهذا وشقى المقترح ينوض مع الاخوان مرحبا سي اخواني الجماهير الشعبية منطقة الريف ومدينة الحسيمة وكرشي الغيورين ذي الأوجو من الغيرة الشرف إدي حلام قيسات فتم زقاروت تحية نضالية ملؤها المأساة للتضامن ذي الأسف ذي الألم الشهيد انكي موثن انهارة ونشتع تفرخ افقات الممنهج الكادحين الطاوان مؤسسة يا قوا مش للاسف يتقدم في العلاقه الشهيده هو ما رنت اعتبري ذي الماسات وبحريه هو انا حنوح كوريجي على الدارس ولكن ما رنت اعتبري في النق ذي العائله ذيش انت اعتبري في النق للجماهيرينو للشعب ولكن مرة نتعتبر السيد دوا الشهيد دوا نتعتبر يخفلنا جميعا ذي العائلة ينس أطف القضية ذي جن القضية أكبر زي أنه تنصغر قي الحجم انحدث عارض مغا أدعسق قي دقائق هذي تحتملم السود غدا براتينو ماغا وتجيشي الحدث عارض نشين ذا مؤسسة لأسبوع فقط ظهر في ست حالات من الانتحار ذا معلنة يا شهيد ارتاح ارتاح صاروا واصلوا الكفاح 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 يا شهيد ارتاح ارتاح يعني خصني نيت وسائل اللي يعلم بالجرايد بالاحصاءات الكرسي مين يتشاف في الخبا ويجي
وخذ واحد زمية مما يعاني الشعب من تعانى لكيت حيوان قيدت جس وانتي وتشي كاميرا وانتي وتشي رخبة فتلقيت اكد ننجمعت وفي غيثما عظمان المجالي ووال صحيح الشخص جاو شعبي يتحق فعلا يماركا يمجمع ورنبنا ذما ذي فار ضيطا خيم جماع المشبوه من المجالس اللا شرعية الانتخابات الفارغة انهم الممثلين ما يتجيني راح نغيت نوقوها نقيم بالتبتان الجماعة هو ضيطا خيم جماع المشبوهين للندوات الفارغة للمجالس الفاقدة للشرعية الشرعية الوحيدة هي ذوار لكم الخطوات لكم الفوس الفوس لكم قوية ذي الثقة خفنا مروف جيشيثا وانت نزيد صوافه مرعا غانغشك نيوم ران ترجع أن نفرر هاتو علاش ساعات هنايين اللي على النهار يعني باش اطلق الصف وتحتكي راشي الرأي راغاي من السياق ميقيد يوسف يسيروا جبو مثنى وتحيخ خل حرارة النضالية يتجنتوا عادي تحيخ شكون جميعا وش سعيد قيل ما ستثاق والصق هذا سنخفى أننا سعداء وزمعنا نفس حزن نحن الموت يجمعنا المآسي توحدنا ضرباتكم تقوينا إذن أولين ويسيد كيش السياق ومثنى إرأي الناس الحرقين النضالية وإنش قبل ما تسيورن النقاق ذاك الجو وزريق دردشات الكوريج ما يسوي الكوريج يتفارغوا الناس ولكن يعشبه يرحال وما يوفيغيش الحلقية ويغيجهم الجمع يجو جموع هاك سنما هو الجميع ولما تجوهوات أدي هذف بصدرين راح أقا مختيرين الشعوب المتحضرة فما بالك نشي يقان خيق فينا أبناء المقاومة أبناء التاريخ ذي الأمجاد يقهز من دول يقهز من دول ريموح ترتاح ارتاح صالوا واصلوا الكفاح ريموح ترتاح ارتاح صالوا واصلوا الكفاح يعني أولا تأكد خصنا شي نسير شي التاريخ إنه مرة نغيث نسلمين نعنا نسلمين قد نير ولكن مرون نسين شي من رانعنا قبل وزمان نسلمين غانيريه المستثمر إذا تأكد أولا نسيد كيش نسية باش نطويل غشي حيث ما ثنا غير أننا نتجه المرسى المرسى أولا يتسمى ذيش على السيورة مين يعني هو أجي شي قارن له عزو تخيش نقيت لأن غانغ تجاري جيبون هراوات والثاني وذان ديما توقع احتجاجات ديما ويضرب بكم المثل يلي احتجاج يدي تاوي شي لي احتجاج لين يدي تضعنا ميو نسن مليح وخاف هذي اعتقد شي الجن زي الأزلام يقنوا فان دي هذي خرج يدي خدام ذي كحن زي الأزلام يمقانن يشكم دي التابع الآن بالدقائق والحذافير أخسر السنة أن السؤال ما ننتجز تظهر يعني غال مرسى أخسر أكدق إجري لا يخصون سيكون شيء أقبل القضية الغير النشي
للوجود النهضه وثنت جعيل شيك هذه تقزم هذه يمضي ان هذه القضيه بحريه من الربح لان مر هذه القضيه بحريه شو جواب شو هذا وحر ولكن مع ذلك الشيء اذا نجود بحريه اقسان غول المول القضية توجد إذا ما رقص نغول غانغ ميخف وتسنم مليح ميخ نساور تسنم مليح ميخ نساور الطبقة العاملة إذن يوسف عم القضية أنقف بالمسيرة نكسن شيء ثم وشي غاسنا قياك يسن جيسكو ولكن تأكد خذ المسرية ثلاثة أن القضية وجبوا يبحري القضية الذين ألمتهم إنه ميقص ورنسن لأنك تنتمن حقا غدموات للجماعة للشعب إذا مرض القضية ينسكور شيء يخسنك في الاحتياط والصوزية شيء لمسري أنها تيري فقط للقضية البحرية أنا أزود بأشكال وانت زرت شيء غير الفعل النضالي لأن الفعل النضالي هو التوجيه كومتكم ذكوح أن الفعل النضالي الذي تحكمه العاطفة وتتوفر حقيقة أم يديرك التظاهرة أحجره شي مرنكك سنكينا بشكل منظم ينهض حد النغني حد النغني وسنديش خمسة دقائق وتجيبوا المزايدة الحلقية عشبه الحال وقاع السندورة التاريخ ولكن من أنك ما منظمينش تحكمون العاطفة كما يتسمى بزاف المسرحيين نهراك سهر كنانة سهر كنانة نهراك واش تمشي العاطفة تكمل الرؤى لا تكمل الاخوان الله يرحم والديك باش الكلمة تستمر قاعي الله كيف ما الإخوان عشان يكمل الكلمة باش تعوض الجامعة المقترحة وذي لا تسفيق لا والو غادي يجي تسجل يقول وني لا زوج شي حاجه هذه سي على الشاره الناصر ويكمل واو كم اكمل هذا ومو خي الناس سي دا سهر كنان هذا سهر كنان يعني في صدرين راح وزيدي ويشي فكر بهدوء واضرب بقوة قوالي شبوار امغا ولي شبوار ذاك صافي نصار اذن مرنت انت مغى المقاومة وتجي وسعنا وزطراغي الحوتي ماني قمزو عني غاري تنتمي غاز قل فكر ظلم ممارسة سالعمل سمين تفهم هذا ويعطينه يوميا ينقسي قوى ضد النظر العاطفي من السهل جدا ومن المحبوب ومن المقبول عليك تظاهرة ولكن طرح السؤال باختصار إيش نقيت هي أنانش أعرفه الرأيين الخاص والرأي أدلي به وسط شعبي وأهلي وإخواني ورفاقي و
وتيكون وشي الصوت أعلى زي صوت الشعب وصوت الجماهير. صوتي ريش القضية يا القضية وبحري القضية مقيتها باختصار هذا تجاري ماشي ذا بحري هذا تجاري المهم وتي ريش تنقيتين سنتوا حتى مزقا ثانيا انفكات قبل ما نوقف انطرح السؤال ما هي المطالب التي نطالب بها ما نسن مليح ما ينكو لان لو كنا تجهو ما تنغيش المستجد العامل يكوان ها اوباما تيادي غازي ديالها قا الملكة هاديك شدو راسيروش نحن لا تهزنا ملوك الارض فما بالك بخادم خانع صافي راه حتى زي الخدام للطيار اذن من الاجل نشقى غيرين من الاحسن انه انغسط شويه الوقت بويويا قد تظهرت سهرنو او دناس حنت نتمقي بير تشير دقنا لكم نهرك سير كنا وانت مسوي تشير او دنا مصوض او دنا سيور اسبي هدوء قشكل له وقع غير باغي وتحيجي تظهر فقم ساخر الحسيمة والشبوقة انت وحبيه يموت وانيغ ينطحان بالمناسبة مع ذلك نقبل صوت الشعب نقبل صوت الشعب وانت فهمس والتلميذ قيل المدرسة نركوش التلميذ اثنضبطت لو ما ثماره انت قضي عبرق الغضب الشين غان الطريقة مازل تعبرق الغضب وعادة سنوار نكتاز في النية سنينين إذن قصية قوة عيت ماشي حاجة الهوتو شمار عيت سنوار عيت طوير مشي القضية يوجبوا السيد دواوها ويوجبوا القطاعين تمسكاو ثانيا بدل الجزار بدل من التظاهرة أن سيورد أدنى هدم غير صاحبي السيورد 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 غانا ندير الثقة قوية ويقشكم غير وتجاك هما السيورد ومني عمار في السيورد هذه السيورد مرحبا هما تحية نيطاليا تحية نيطاليا هاد النوضة ثوات تايقع ولا في المجالس ولا واش نفيد الشعب هاد هو ثوات قد تيقصنا عن التاريخ شحال سنين لقينين تعيانو قد شنو قد تتشي إذن نشقى أقل مقترح عن السيورات أولا ما غانت مهيوش ما غانت مهيوش مو داخل ذي وذن وسين دو جبل طاوان حسين ذي منه مواس بولن كبير ذي منه مع مواس بولن كبير أم أحمد أكو شخص المدخل أنيش مش فاميليا المرحة وخرج أولا بعد كل شيء وذن المسيرة بعد بولي أكو شخص شوف حديثة الوقع ذا أمام المحكمة أمام الشرطة أتياس أتياس وكيل الملك ذا بسكالو نعم سيدي الاحتقن وني ذا بسكالو هذا رخصة من غير المسيرة الليك لسو ما ذا نتفاقر لا لا ذي من غير نفاقر الشيء لكن لا لا غنحتاصم من الشيء لا لك يوقع الحديد دا أجي ذا نوقع دا كم يوقع الدير المسؤول 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 واش كاين شي حق في هاد البلاد ولا والو لا رشد رشد بلاد تشوش هاد السيد هذا شي حق في البلاد ما والو هذا شي القانون ما والو
يا جماهير مدينة حسين ما يحدي تفيد من لا أتشري شوف نحن نعطي المثل قشوتي شو المثل سمار شي حاجة مرت شوية دلالي أضمر أسونيكم ذاك صوية من هارد نكني غير صوية قلت الشكل والمقترحين باختصار اقل اقتراحين اولا حخلص المحتق الرأي الفاميليان سيديوز بن رو والنوتشو الفاميليان نقورش لو ما أدرى الفاميليان سريعة تشفرح خنش ميخور ديوز غاغا كيذن قتلني حسين مدريفي غاسل الوجه القبيح أخنا غير فهم شي الشن أخنا غير البطاش الشن أزم أخنا غير زاب سيكي السؤال المقترحينو بدل ما نتفاعل ردة فعل مباشرة أنا ما هو ضد المقترحات هادي تدخلوا معنا فاميليا مثلا فاميليا ليس هادي تدخل هادي 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 شو ولا يشوف فاميليا شكيك تدخل ما يمانع ماشي على انه عامل الاقليم الوكيل الملك اقاذنذيه تراجل مرمي غتوشكل ايش اللجنة صنفت مليع اتوشكل ايش اللجنة اتخضر الاخوان اذا نتي اللي صارن انه يودانا الثقة ولكن اللجنة يا ثانيتي وطريح شنيها غيري طيب غلطي شوف اللجنة يا ثانيتي التصوير المباشر اقتا مين غاليني مين غاليني العامل هذه على عبر المباشر باش يوداس كل شيء اختازي منايا وتكبوا الحوار وتغي ماكحل الشين العامله تحظى
استجبي طلبنا شيء جميل. اذا السيده ديال السانيتي غنعبر بشكل حضاري يودان يجي تجا المتمكنين تفهم شوي كي القانون غاس ندير ياك القانون تحضر تفطلنا كيدرو مرحبا باش تحاور انك السيده سي اسم القانون وتجيبو اسلوبوه ليا باش نصيود الرساله لنا اطاوب انت كذلك ومثال هذه الصيود الرساله ينس ان رجاء من غيوقع والكوسا الى تحقيق المطالب لنا كبرن ولكن شوف الله يرحم الوالدين طلبوا السكون فضلا وليس امرا انه تقيم شوي غثمان باش كل شيء يصح كل شيء اصمت شويه دريد اصمت شويه دريد قام غايب ولكو قال بني دمورها قال دمور داري قام رح شويه قام رح شويه اصمت دريد اصمت دريد اصمت دريد اصمت دريد شوف ولهذا الله يرحم الوالدين كلمة باش نطاوب كلمة شوف الله يرحم الوالدين حمل كلمة غطاوب السرانة يسمثنا غير يتجان كوروبا لأنه أنت كي موزن أتف غاسلين الخادش غاسلين عنتش غاسلين يماس غاسل عائلة باش نطاوب الفكرة كلشي استخدم باش تشمي غاية تحاوك السيدوة السنان عبر المباشر السنان يوذان من القاد من القاد ويكمر ووال واللي صارون ثاني يوذان هيا تكد واللي صارون ذا يوذان تفهمك القانون طول القانون لاش المحامي لاش الطالب يبقى القانون راح تجيب تاتي سيول سيول من كلمة قوال هما تفضل مع الإخوان قانش تحية نضالية المناضلين في حضان يشكل النضالي ذاكس إقليم الحوثي ما يكمل باش نسند مليح يوداني وضيف رخبة كيبني بوعياش كيبو كيدار كيم زوان كيم شموع أي مكان أقاهم لحظان ذكي في العالمين تحية عشرة واحد.
اولا عزاؤنا واحد لوفاة الشهيد، عزاؤنا واحد للعائلة الشهيد. مرة غد ناس انسي وردين مدينة الحسيمة تاريخيا تاريخيا تعنا نقابو 20 فبراير 5 الشهداء حق الظل. الشهيد كمال حساني. الرياضون أدسنا الغنج ومسنا يرجل المناضل قين ديت الحسيمة قانص البطل سلمت كورشي الكور. المخزن تفضل حقاي الكريم لي خمسة الشهداء والو وتا المناسبة روخ يخصنا أن استفدت زقي التاريخ زقي التجربة برا نهار يا موسين طورتنا بشكل مباشر أظن غن النظام ذاك تحيو ميزو كتحيو يتعاون والديني ناس يتعاون الأمي ناس أفاس أيثماس سويثماس النهار مغيم لي وشاي نغنج أفضل نواق أفضل نزيف باش وطويل غشي كيوا ورا الطاس لانه وقنا بزاف هنا وريجا دينيا وريناس انتصناتي ويا ويا رب العالمين يشانا ماني نسوغان يشانا غيش قموم باش نسرع اكثر روخا شنين دائما قل الحسيمة صار ذاك نغي ثاش نقن ذاك نغي وكذان نقطة صابن ذاك حاموش نميت نهار نمون أموخ نمون أمياء وهذا الملف وبالتالي هذه القضية القضية أننا تعرف أنه دائما قندقنا غيث باسنا قتلوها عدوار ولا الشعب يغلفوها قتلوها عدوار ولا الشعب يغلفوها سير الفقيه سير ابو غنيه يا يتما هيا يتما اي وزان اي تحكم انت جيل مزيان الحسيمه اللي كان تحكم جارف نقمنا نخسر بعد اي تما تنطحهم اي تما تنطحهم اللي توقع الهجره شخرانا نخزاني سير في مدينه النص مشينا نغديبو جيران مشينا نغ ايتام كي بعد دوبه اللئام روخا مالا نمون نهار اجو مونيديش نفد خوما شنا نهار كمل كمل صور يا كره الطاس يخزازن الكور كم يا نضوع عبد الله الكور
نلغي الجواد، نلغي الويد، نلغي الويد، نلغي الدم، شنا نقيم ديما الفاروش، أنا نقاد الملف القضية، السيد المرحوم الشهيد وزما دي حامي أباء المنظورة، من يتحمل ذاك المسؤولية، كاين اللي يتجرح حضان كيما أنايا، كاين اللي يمشي التعليمات، كاين اللي يمشي الأوامر، أنه السيدة غسة والماكينة غتحي. القضية، القضية المهم ضيفاتنا غيسيولان من هي القضية وتكمل شي نهار وتكمل شي دي وشا وتكمل شي رصيادان لأنه القضية قضية الحياة تحييكم عاليا السي حضرة شتي هذه السيول سيولة لا تحية النضال والصمود إذا ونعرف نذر تنهار يغفل الزن إلى مون النشان إلى التطاول عبدالدين الخطابي أول تقدمت تعازلنا الحرة إلى عين الشهيد باعتبارنا العين الشهيد سكوشيج يينا مالو سيدا نهور ألقي من هذا السلطن واش ناس أزيد من نصف قرن انت عانى ألقي من السلطن وغانم يغلق القن ألقي من أسد المدغنة نوى الشعب من الزوان من الزوان تأكسن على الجماعة الشعبية كل حلقية يا قبل ما نعزم الحوار أجمل مسؤولين بين قوسين نحدد المطالب لنا نحدد الإجماع أن ذاك أنا أسم الحيوان نشان من الحيث ما نشان ودخل لينو أتيري طام زياد وتنشان تغشهم هذا هو نعرف أيونا تكي مخطبي أذف فوس كفوس من الخزة دي ناوي وتحيي الشمالية مرحبا الله رابع مشوه الله رابع يا كيف انا صير مين غنك دلوخا على اينا الاخوة اتسني بيت الحجر تحيير الإخوان كي قال المدخلة نشينا الزقاعة هذه السيوة الكلمة ينز كوري جاضي عبا الحرية لأنه من يوقع المنايا يتمسان الشي جميعا وتجيش يتمسان حتجنيوها العائلة وحتجنيو إنما الشي جميعا ولهذا من بين المطالبنا تم اكدر خش الإخوان وهو حضور السيد العامل الممثل الملكي الإقليم أضي حظة باش نبلغ الرسالة لنا السيدة والدي أنا بلغ الرسالة لنا. أنا بلغ الرسالة لنا. المسؤولة والدي. أنا سن. من سن. لأنه أمخترق الإخوان. الجريمة يذا وديشي تم زيارة نقتن كارود. فمن ملا الجريمة يذا وديشي تم زيارة نقتن كارود. ثاني تعال كواتي الجرائم الاخرى ماغا لانه هنا هم يموت نايف مدركي يمغاسقة التعليف لكي كوميسارية راح نسيب من قرباك ونو في بوش التحقيق نازيه ماغا لان المطور ديال الجريمة يا والدي مين يعنى هو هذا المخزن والقضاء انسن كلشي انسن اذا نشي قارص انا هارا القضية يا ثانيتي قضية جميع الاحرار وتجري في الوان قال انسان الحر يتضامن اكيدنا لهذا انه الشين لازم نسن ما الاسباب والخلفيات لمقتل الشاهده والدي ومين يعناوني المشرف المتطرف الارهابي القتال الملعون والدي نوشر الامر عبر رن هاتفيه باش سيني بيزورنو وكاميون باسوره باش سيني سياس بادا نضاتكو كاميون باسوره ما تدور الشركه الأزبال نيجانك الموي ما لا يوسيد بيزورنا ذيك سيمانين بيزورنا شو سيمان بسورة الشوالع نيشي وين
أتوقفك غامل الجاب ثالثي من جهة. لهذا الإخوان الله يجازيكم بخير القضية يا ثانيتي وتبتشي ثانيتي ونحمل مسؤولية كذلك يا إثماث غيري فيه نيتشان كيروبا هذا الدخل عبر الضغوطات والوقفات في القنصليات في السفارات حما الصوت الكلمة العالم كلشي الميدانية الكلمة والأكثر من ذلك أنه الإخوان نموذن التعليم ككوميسارية حسيثن راح نضنظن وسبحان الله إن الله يمهل ولا يهمل وإني كشاكك التعذيب إني مات بجلطة دماغية والله تالله أحضر إذن غاف إني الشهيد من الشهداء الحراك العشرين فبراير أنه ثنات قسما بالله خارج من ما يشكل شيء لكم مالا شتحوا ثنات يا ربي يوني كشاكك التعذيب هو كازينو أسي يشرب بالعالمين جلطة دماغية والله لا يموت زاكس ثانيتي إجي الرسالة لجميع الظلمة ذي المستبدين ذي الدكتاتوريين ذي القمعيين أنه أفاقن السلمي تقن لأنه الحياة والنفس عند الله عزيزة رخاء قالكم سيد العميل قيحضات باش من بين المطالب النو طالب هادي حضا سيد العميل مطالب النو شوف حاجة لهذا سيد العميل يلبى الطلب النو نشي يوسف يشكر الأمر وليدي القضية ثانية الاستجابة الدعوة نيودان ثانيتي ولهذا يودان ولما جاء المطالب هذيك لا لا ما نوي الجيش وتفكيش لا اللجنة قديش اللجنة شاركوا هاتشو هاتشك اللجنة ناكس عشرة يولان يسمع يولان كانوا خسنا ديري كل لجنة ديك أنه السيوضن الرسالة أحسن والسيوضن يجي الرسالة المسؤولة وانيتي أتتفضلون أكيس نستحوى ذاكر وسط أكيس نستور أسرى الكلمة ينس والصلاة على النبي المغني بعد كامل المنايا شوف في كامل المنايا هادش ميت غيجاوب الأسئلة النو روخ النساء نزع في كامل المنايا مين غالك النظري تسخين الإخوان شوف الله يجازيكم بخير الإخوان الله يجازيكم بخير شوف الإخوان الله يجازيكم بخير رخاء السيد العامل قدانيتي والسيد وكيل العام قدانيتي حضان غان غدانيتي يلا مش بسم الله هذك كان يوذان يجي الجان مؤهلين السيور القانونية السيور الرسالة تحمل على عاتق السن المسؤولية الشاهدة وانيتي أتفضل أما نش وحدي والسيور يرخشي لأنه مغى باش حتى لا يقال أنه نصير يركب خل حدث تفضل ما الإخوان ونيتش المؤهل هذه السيور القانون يرتدي تفضل تلفقي والله بسم الله تحية نضالية عالية يكون الجماهير الشعبية الحسين وسجن الاقتضاب سجن الاقتصار شديد وشديد
العام المرق دا شو نريد سواء ما سوسو فيه باش نريد واضحي باش تاخذ غير الاكاديمية تظل المسؤول اتساسي الكرت ناسيونال غسيكيرتي را اتساسي الكرت ناسيونال غسيكيرتي را عادي غسيس فيه باش مرز نيسي وورد فيو صاري ذي الكوميسارية نهار ذو سيد دلامي نهار ذو سيد والمشكل غزوان الإنساني يراحم ضحيته شاهد يخدم العائلة تم بالإجماع على أساس مطلبين المطلب الأول يتمثل بحضور السيد العام المحترم والمطلب الثاني يتمثل بحضور السيد وكيل العام كأعلى والثاني نصو من جميع الخاطئين هنا تشكيل اجتماع على اساس القواعد السادسه حسني جلسوا تفاهم مزيان جلسا دونك كيف نسيف ما نرجع شوي انزامين هاي وراه تمام Thank you.
الدراري راجع. رجع الدراري راجع راجع. رجع الدراري راجع راجع. يا ويا السلام عليكم يا مليح مليح على الخير ها 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 دراري يا صاحبي كلشي حتى ورا ما كاينش 10 دوارات
ولكن
الاخوان خصكم ما تسبتوش كل شيء غتصنتهم شنين نسمح كيابس اكل عائله هنا دوز الداني تنقيم دار جير التكمر حتى الصباح حتى الروز الشاق الى ما لا نهايه ولكن خصها بينكم انايا بينكم بين الله تضامنك الشهيد كل شيء تنادى شبه سادي خاص نقضى الشقار لا القضية الغدانيتين الأساسية هو السيد ذبح اللي خدم يرونا السيد أسلم سيد الناسي الظهور السبالة هو سمع السبالة من الشوارع والحسينة إخصة زور نظيفة أمو غيرت جاكي ستينات والسبعينات أما المشكلة غان غنشنين المشكلة غان غنشنين هاك السيدة غادي راجع غادي راجع غادي راجع أجيب كم كمان أني أحسن أني ميدي جان فعقل كل جناء وناس المشكل اللي عندنا هنا يا الاخوان هو السيد 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 يموت مو خاصيكا كيفاش السيد مات هادوك الناس اللي رماو الحوت وهاديك الشفور مول الكاميون خصو يحضر ومسؤول على هذه المصلحة خصو يحضر وقاعد اللي عطى الأوامر خصو يحضر مع سيد العامين ومع وكيل العام للملك هذاك الشيء اللي خصنا حنايا أما الطفيليين الطفيليين باش يدخلوا على هذا الشيء هذه قضية كل حتى المسؤولين مراضيينش حتى الشعب مراضيش حنا بغينا في المغرب ديالنا يطلع الأمام ماشي يبقى يقتلونا خوتنا كما قتلوا خوتنا قبل هاد الفساد يوقع لحد هاد الشباب اللي ضاع علينا خصو يطلع شكرا لك شكرا كما كنا بعض ما باش لا لا شي مالي حصر الموضوع على عين باش ما نطول شي باش نطول شي الاخوان شنو شي مساله كما كنا بعض ما باش اخواننا جيبو كيدار بلي معياش انزال التحقت المسيره من الناس لابريد قبل ما نلقى الحوار هاك السيد العامل يجب الترخم يا اخواننا الوالي ما ينسحب الوالي العامل العامل ينسحب فكرة أساسية غير السكون تسيو الشبيع من دانا
انه نسير عم صنفع انه نسير ليك عاملين في العالم يسمعوا الصنصب هاتي جوصولة منظمة شادي كمرا الإخوان شادي كمرا الكلمة أنصب هاتي جوصولة منظمة العالم يكمر من أنني ريفيان من أنني مازيغن مازيغن الكلايت وتجوي مازيغن القناة الثامنة أتجون ذي البندرجة زرمينا زرمينا امريخ الشنان كسنا قبل النظم الزيوية انيزد شمعيات التلفون تحريش جديو غيما انمساك عاد مسمارس مارس قيسي منا انرتب الامورنا شوش ولكن تجريم الفعل النقابي نعسو ما نسيو نسي القانون نسيو نسي القانون تجريم الفعل النقابي في المنطقة وفي القمع بأي شكل نظام التحدي يا جنة تسيور نروغ وضعص من شكل الشخص يسير وشكل تتمنى ليش يسير الوحش يتوقف أن يتوقف كاع المنظر مؤيد حسان فهمت حسان فهمت وشوين هو تغيير النضالي ونسمو اللي نشي كيسو لعنس وتوقع وتصفية سيستة الضمانة الواحدة انه اني ريز منظمين اني ريز منظمين سجل بعد استراتيجي وتجوه سجل بعد 50 دقيق نغير شبانة من يعني البعد ذا استراتيجي تشكيل اجناء للمتابعة عن قضية يذا اول خطواتي هو اسقار فيان اسقار فيان اهلي الراقي سجل لغة واضحة سجل لغة يتسكوا ليش الصورة يتعيني لغة يتباعا راكي المغرب راه باران فالفكرة الأساسية تشكيل لجنة المتابعة في أفق تصدير بيان شعبي في أفق تصدير بيان شعبي الفكرة الثانية أنه شحال من معروف الشيء لينش المثال إخاك تفونات قاعتم سجل تخدمي الضمن الأساسي هي الاستمرارية والقوة الناصرة ينفعل كل معيات المكتان ومثل الشيء المعصر نوحش الحشب حيث وصنا وعصمتي
الشيطان حيث ما تنهض عثمان في بقية المناطق ذيني وذن عسود التحسن بلع النبي المحالي بلع مصطفى طاط طرف الليكات هذا غاب عارف فرجنس إذا الفكرة هو باقتصاد إنه هو نريد أن يريد منظمين لأبعد حد المسؤولة واق رزك مفاهر نقصي المسؤولة واق خلو الشخص بحر يعوح ولكن سيروا مطاوع حسي ورن أوح التواجد سياسيا إيديولوجيا عم نصر الله هكذا نزي وحدو عايشين هكذا نغلق مرمنا وحدو عايشين فرقين يانيتين تجن السوى من الناس ممتين وخاق اسماء وخاق غير بحاتي كعب واجنيش انت يسويتها ما تريد شنا ما هو يتزير بحا هسنفع وزكا ما يتشرح من يدي هو ما يتشوه تاي هسين السيري حي تحية علي يا شمال يجب مستجد الجماهير الشعبية هذا هو الناري إيوذان أيث مثلا هو أنسي المسجد التفنصن هو أنسي مني بوعياش التفنصن البوليس أكوز كمسوان التفنصن البوليس مطاردة هوليودية بوليسية لكي ذنديد إذا شمي الطلب ونظم الحوار تنسجد أيث مثلا أدل تحقن ما لقنا ذكرك المجرم للأشكال 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 النضالية أصل كذاتا في الجامعة المغربية تضامنا الشهيد تضامنا الضوء نعرف والمرئيس غادي ونسب الحوار تسني فسنا تلتحقا أشكل والدين وتحية شوية أي تحية على عين الإخوان شوف الله يجازيكم بخير صاروخة شوف الإخوان الله يرحم الوالدين شوف ما راه خصنا نصمم في ويا ويا اهلا وسهلا مورو تصيص وتصلي شي انا حنوك ترانكيل نتحمل المسؤوليه لنا الوفاه الشهيده امام الله سبحانه وتعالى كمل واه روغا شوف الله يرحم والدي باش انا اكون من غير مساله ملي شي يجيني نهار يا زما بل الحلقيه يا زانيتي ودي شي ناس بيت باش هذيك داني تالك شداني تانت تعرض العضلات الشينو تدا اي وعد غاز الحق هذه مثالي ما ينس كوريش يحاقف تما تصرف والدي الهمجي ولهذا الله يجازيكم بخير روحا يجيني تنش قبر ما انسي ورق العامل ولا شي جنبي ولا المخزن الاخوان ذلك الجموع الاخوان الجليل طالب الزاكي جي مسألة خسيغ دوار نسي وبخ يعني ليش هم خسيغ غرب سي وفوفارا الاخوان زي المطالب زي الطالب على اساس انه ادي حظى العامل الاخليم ثم ادي حظى كيدس وكيل العام المسع الى فينا هاتشميد غا حظاني ودانا هذا لا يعني انه الملف انتهى بالعكس انه الفيل ثالثي اي بلاغا غيبغا ماغا وميد حظى المسؤولين ادافن من حقه شو تمارس بود ديكتاتورية الشنين عن شو الحرية اي واحد هذا عباق الرئيس ادياس مسؤولة وانيتي امام الجمعة هذا هذا السوق الكالبيس نشنين تحمل الغاز وكذلك الاخوان حمل الناس المسؤوليه العامل الاقليم ادياس هذه الكلمه ينس هذا السوق ثم بعد ذلك يحق لنا ان التعقيب شرط خواريس ما لا نفع ما لا اني لقاء نزيد هذا ليش الضمانه اما غذنيني قلب صافي تبع ما لا اني قانونيات اسنيني راح تحط صوب نشيق اخرك الشوارع
منايا ومنايا حتى حتى لو مات ومنايا هادشي متغيادف اول مطلب هو الاخوان اللي كان فيها قطع النظم الاجهزه القمعيه الديكتاتوريه الهمجيه الظالمه الارهابيه الداعشيه الفصيلة تتلاح لكن غير ذلك. إذن الإخوان التزمهم الصوت. الله يرحم الوالدين. شوف الله يرحم الوالدين التزم شوية الصوت لأن السيدي اللي ظهري وتجي وكسبوا القوة باش يسيروا الشجان. لذلك أضيح ظلانيتي لا الإعلام نصور الكلمة باش إخواننا يجان قروبا يجان أبالا أنسرا باش قاشي قاش نجا فيه الشموية نجا ذا يا كازم الكلمة غطاو أصب شوية بريد الله يرحم الوالدين. لا أصب شوية عزمي الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين كان مسؤوليه الموت والسيدين تحملت الشيء قبل رمخ زلنا والدي نتحمل مسؤوليه قبل رمخ زلنا ماذا؟ لأنه الشين يخسان غندفع السيدة أنوفر جميع الشروط الدفاع السيدة والدي السيد قاقصة تحفظ أتسري مصون الزغمي نشوق برخشي سيد تقني أنا حلقين بها كالبيرو نغاوة حنحذيها ألا لا إذن الله يرحم الوالدين تمني والسيتيما انه هتسريم لا ما ديري شي تصفيق والدي والدي خص تصفيق شي صافي لهذا السيده تحظى اللي تحمل المسؤوليه هو والينس هذا السول الكلمه سميتها سنيسيها زيار رباط هذه سانيتي شكرا شكرا لا نيش مالا دي شين تكرا نيغ دي شين المسائل نيغي إيجان أتسيء الشكل نيلالي يوا أكون تيني الصراحة هذا حدوك غشغرين هلو شي حاجه دار باش يمكن شي حاجه دار يا السلام عليكم امي غير الكدره ما تسعونش اولا قدم لكم سي ناسي محمد الزهر عامل اقليم حسين شرفينا عندك سي منير وكيل العام محكمه الاستئناف جينا عندكم باش نعبر لكم بعد كذلك على اننا منزعجين بهذا الشيء اللي حدث اليوم بخصوص هذا الموت ديال هذا الاخ مسكين سي محسن الوفاه ديالو والظروف والملابسات ديالو وحنا كذلك كنبلغوا التعازي حنا كذلك كنبلغوا التعازي للاسره ديال هذا الفقيد وليكم كاملين الساكنه ديال مدينه الحسيمه واللي بغيت نوصل لكم على انه اتخذت اجراءات اداريه بلغون بها المصالح ديال الصيد البحري وانه تم التوقف على العمل بالنسبه للمندوب ديال الصيد البحري وغدا غادي يكون هناك مندوب بالنيابه ديال الصيد البحري هنا في
كذلك غادي يكون هناك تحت الإشراف ديال النيابة العامة والسيد الوكيل العام وهو يقول لكم نفسه سيتم إجراء بحث دقيق وشفاف، وكذلك غادي تكون التبعات ديالو ضمان الحقوق ديال كل واحد كيحس على انه عنده الحق في هذه القضيه هذه. والاخوان اللي هما كاينين هنايا راهم متبعين وغادي يتبعوا، والا بغاو ما كاين حتى مشكل، حنا منخرطين معاهم واحد المجموعه فيهم مع السلطه المحليه مع السلطات اللي كاينه في المدينه، نتبعوا هذا الوضع كاملين باش يوقفوا على الحقائق اول باول، ويكونوا حتى هما يعني مطمئنين على انه البحوث خدات المجرى ديالها والقانون غادي ياخذ ان شاء الله. حنا في دوله الحق والقانون، وهذه المدينه، هذه المدينه الابيه هي مدينه في قلب جميع المغاربه، ومدينه عزيزه على سيدنا الله ينصره. لذلك حنا ما يمكنش على اننا نسمحوا على انه ما يكونش هناك تحقيق نزيه، ما يكونش هناك بث في هذه القضيه. غادي هذا الشيء ياكد لكم السيد الوكيل العام. كما قال السيد العامل ليكن الكل مطمئنا وعلى يقين تام بان القانون سياخذ مجراه، وان البحث سيكون دقيقا ومعمقا، وان حتى شي اجراء قانوني ما غادي يكون الاغفال عنه، ليطمئن الجميع. هذا اللي غادي نقولوا حنا، كنتحملوا مسؤوليه ديال الضمانات هي القانون، الضمانات هي البحث الشامل الدقيق، هذه هي الضمانات. كما قال السيد العامل نحن في دولة الحق والقانون، هذا اللي علينا. على اين الى سمحتوا لي الاخوه الله يجازيكم خير، الى سمحتوا لي كتعقيب على المداخله ديالكم، حنا اولا كنشكركم لان حضرتوا لينا هنايا، لان هذه المسؤوليه هذه تقع على عاتق القانون وعلى عاتق المسؤولين ديال القانون. على اين حنايا ما عندناش المشكل مع القانون، عندنا المشكل مع التطبيق، في تطبيق القانون، الا وهو اليوم ماشي اول جريمه ولا اخر جريمه اللي وقعت. الجرائم وقعوا هنا في الريف، وقعت ديك الجريمه ديال المقتل، على اين حنا هذه الجريمه هذه ماشي اولا الاولى والاخيره اللي وقعت هنا في المنطقه ديال الريف وخصوصا اقليم الحسيمه. ماتوا الاخوان خمسه شهداء، تم تعذيبهم ورميهم في البنك الشعبي. انا اليوم اللي كنتكلم معكم خدمت اجونت سيكوريتي وعرفت القانون كيف كيتمشى في البنوك. الحجه اللي جبتوا لنا بالقانون وهي انه الكاميرات ما كاينينش، ويعقل انه البنك الشعبي اللي فيه الاموال ديال عباد الله ما كتواجد فيه كاميرا؟ هذه من جهه. من الجهه الثانيه الذرائع اللي جبتوا لنا وهي لا صحه لها وما كايناش قانونيا. اليوم مازال ما شفناش انه كاين شي تطبيق القانون على الناس اللي يدعون انهم يمثلون القانون. نعطيك مثال حي، انه هاد الاخوان دابا اللي ماتوا في لابون، المسطره ديالهم وقفات، القانون ما بقاش كيبان في هذا الشيء. علاش؟ لان المتورطين والمتهمين والتي اشيرت اليهم اصبع الاتهام هما الناس ديال رجال الامن. واش تفتح تحقيق مع رجال الامن؟ انا ما شفتش، لانه كانت لجنه اللي تبعت هذا الملف هذا اكدت في كذا مره على انه ما كاين لا تحقيق مع رجال الامن ولا هم يحزنون. على اين تقول لي ضمانات هو القانون؟ انا لا ارى ان القانون ضمانات، القانون فعلا موجود، حنا ما قلناش وان الجاني يعاقب بكذا وكذا فعلا، ولكن واش كاين شي تطبيق ديال القانون؟ اعطيونا ضمانات ملموسه باش نعرفوا انه حنايا فعلا في دولة الحق والقانون، ماشي في الدولة ديال باك صاحبي ولا فلان ولا فلان ولا فلان. راه حنا
حنايا ماشي لاعبي الكره التصفيقات، حنايا كنوصلوا كلمه ديالنا اللي وصوني عليها المواطن يتحمل فيها مسؤوليتي. لهذا السيد الوكيل المحترم الله يجازيك بخير، هذا دير راسك على انه الابن ديالك، راه والله العلي العظيم ثم بالله انا هذا الشخص هذا لا تربطوني به لا علاقه ولا صداقه ولا محزن، ولكن ملي سمعت الخبر الوالده ديالي شفت العيون ديالها لان اتصلوا بها قالوا واحد الموت شفتها كتبكي. ملي قلت لها علاش، قالت لي واحد الولد توفى. علاش توفى؟ لان هذا السيد هذا مشى يجيب واحد الحوت. انا متفق معاك، هذا السيد الا اخترق القانون عاقبوه، ما كنقولوش لا، ولكن ماشي بهذه الطريقه. السيد سيدي خدا الاخر خدا هذا الحوت هذا خرج، يعني ما احترمش القانون، كان من المفروض خليها سيدي شبعوا ب 7 مليون 8 مليون، غدا كاينه المسطره القانونيه ويمشيو البوليس يجيبوه يعتقلوه ونقسموه سيدي نقدموه للسيد الوكيل المحترم ويشوف ديك الساعه المسطره القانونيه يتبعوه. اما هذا السيد هذا غايجيبوا الكاميون حشاك ديال الزبل والسيد غايلوحوا فيه الحوت، شنو هو الدور ديال الشركه اللي كانت الان قايمه بالاعمال ديال التنقيات ديال المرسى؟ شنو هي؟ لهذا المندوب اليوم شنو هو الدور ديالو تما؟ واش دابا حنا في الدوله ديال سميتو الو راه فلان سيل عنده الف؟ لا، حنا في الدوله الا كنهضروا على دوله الحق والقانون يجب تطبيق القانون على اي كان، واخا يكون اللي بغى يكون. علاش؟ لاننا كنعرف القانون ان المواطنين سواسيه. نعم كتطالب بتطبيق القانون. نعم. علاش حنا هنا؟ ها؟ علاش حنا هنا؟ أنت حضرتي هنايا لأنه. لا لماذا حنا هنا؟ ها؟ تطبيق القانون. اسمح لي. انا بغيت الزواج هذو لتطبيق القانون. لتطبيق القانون انا متفق معك، ولكن تطبيق القانون لماذا لم يطبق على الذين تم ممارسه عليهم هذا الفعل الجبان والهمجي سابقا؟ واش انا اتحدى، كنقولها امام الجميع، اتحدى انه تم استدعاء رجل امن الى المحكمه باش يتبعوه في هذه القضيه هذه؟ حنا امام واقع باش ما ندخلوش في يعني في اللي قالوا في الماضي وداك الشيء على عين. حنايا هادو مغزوه من اللي حرقوا عباد الله. هذاك اللي مات هذا مدينه هذاك اللي مات خصكم تشكام خويا دريس يتجاني كاكم ضايفه. خصكم تشكام خويا دريس يتجاني سهره كيكون دانيتين اقف غير تفرج التليفون باش راكم داوي لايف مباشره. تحيه اشكم شويه خويا دريس كان شويه تدريس كملوا معنا الحوار.
السيد وكيل العام لاند مين دنان كنا والمقترع لكم إني مثيل مين ديني واش تقبلوا وافقوا بسمين لنا السيدة أهلا واسم راجا راجا الله يرحم والديك أبو الشاور وميزك شغالي أناصة المطالب اللي ما يحصل على عين إيش المسألة المغني أنه المطالب طرحي ذين خينا السري مين دين التعقيب قانهي وغاش نغان احنا عندنا السيد عامل لكن الله يجازيك بخير والسيد وكيل العام شكرا لانكم حضرتوا لينا هنا ولكن عندنا واحد المطلوب اللي هو رئيسي واساسي باش نقدروا اننا حتى حنايا نوصلوا معكم لشي حل ما معنى انه تم منع الاخوان من الالتحاق بينا حنايا علاش يتمنع حتى شي حد الله يبارك لا اسمع لي ما منعناه انا يا كنت انا كنتحاسب ما كاين حتى شي واحد اللي منعناه على اساس انه يجي ما كاينش لا ودي ما كاينش انا كاينش شي حاجه انا كنتحاسب انا فيه بدال دابا الناس كامل ما كاين حتى شي واحد اللي منعناه باش التليفون باش نمشي سوا بيجي تشارجاني غادي يجيبوا الدليل يسال ماشي قالو غلاص ما تشكى مدريس ها 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 ها
شي حاجه ناصر قضى وحرد هات شي حاجه غاد شوف شوف الله يرحم والدي قانيش لبنادم خاروخه وغير تبع السيد اللي كيقول شوي 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 تقادو رينو شي ساك ستي تحسان ما لو ساك تحس مشي هذا حدوك على الشغرينو هات 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 بالي هات هات واش دار غسيو الكلمه الله يرحم والدي روح تما يا ثاني تي سي بنيتي تيش كل الملعب على عين نيش وزما تحملو وحدي كاشخص القضيه يا ثانيتي تنقرض فمن جهه من جهه وسنين انه توشكلي اللجنه اللجنه يا ثانيتي خضافي وداني نزرب اهل الثقه نغيسيو الكلمه لكم الشي اللي غاكم شي جينيت ونسوفو العنطريه ونسوفو السلفيه ونسوفو قفراني الناقه حقا يضغط البطل نسو الكلمه غطاوب غتسوف اي كان ولهذا شكل ميش اللجنة نغاية تبعا لمين السيدة والدي أما باش نقيم هانيتي تهلا هيا لتيجيني تا 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 تنقيم ميوت الفكيشي طيو ذماني روخا ايه فعلا طيو ذماني روخا هالشكلة اللجنة باش وديشي ناصي السفي وحسي غاية تحمل الميل في والدي تانيش وش ما تحمل الميل في وحدي يخسر ليريني وذاذا وحتى ما لا تحمل في وحدي يخسر شكو ما تسلم أن هذه لينيرين أصبع الاتهام قاي قيمة طابلة قاي موسو كرموية قاو بشي ناس كس الناس بشي ناس تيتيتي شمانايا وتخيس خشي وذا الزوخشي كلنا لا تحمل مسؤولية وكلنا والله العظيم سأليني كلمة على أي لجيت نسيو نننننن روخ يخستانغ الخلاصة يخستانغ الخلاصة يخستانغ ما يغناو ما راه القيمة 100 قارو غنمل قارو غنطقس قارو خا واذا شتي فينا هذيك الدماغ دوا هذي الطوق صافي اسني عجب الحال اتشمي غادنا 100 كولي جنسة لا شكل من الجنة غتحمل المسؤولية الجنة ني خلامي وذلك الجان اهل الثقة ويكمل وواد صافي الكلمة ينو ذيك كمل على عين نحن الجنة لا شوف الجنة وترس بخشيش المقترحة فيني ميت يعني ما في المقترحة الصيون غيودان أشكل في اللجنة أتحمل اللجنة يا دحرير اللجنة يا أي حد يسيح أما باش نصير في الجابي تتغس باش بالطالينيت لحن تساعدين وبوبري احترد تخس أجل مش أم شاركم أي يا صح الزيقة وضع مكسن الثقة شكل من اللجنة باش انصار ما يغير القضية ثانيتين من على